للحديث عن أسباب عدم استفادة العراق من ثروات نفطية رغم ضخامة حجمها، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الباحث في مجال الطاقة الدكتور دريد عبد الله. دكتور عبد الله، مرحبا بكم. هناك تقارير دولية دكتور تتحدث عن معدلات الإنتاج الحالية من الخام العراقي ولكنها أقل من الخطط والتوقعات الدولية، ما أسباب ذلك دكتور؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الأسباب حوالي ثلاثة. الأسباب رئيسية هي ثلاثة أسباب رئيسية. أولها هو ضعف الاستثمار في قطاع النفط. النفط هو مادة استراتيجية تحتاج لزيادتها بشكل ملحوظ لاستثمارات ضخمة، وهذا الشيء ما موجود في أجندة وزارة النفط العراقية. الشيء الثاني هي الخاصرة الأمنية الرخوة اللي موجودة في العراق بشكل عام وفي مناطق النفط في جنوب العراق. الشيء الثالث وهو مشكلتنا الرئيسية هي عدم وجود خطط، وهي الخطط اللي عدم وجود خطط مركزية في داخل وزارة النفط، وهذه الخطط الاستراتيجية تكون أما عشرية أو عشرينية، وهذا الشيء جعل وزارة النفط تتخبط بأكثر من مجال وخصوصا في مجال تطوير الإنتاج النفطي. دكتور عبد الله، هل تعتقد أن الأمر متعلق بالإنتاج الفعلي أو الإنتاج الرسمي المسجل والمعلن عليه من قبل الحكومة، طبعا في ظل عمليات تهريب تجري عبر الحدود بمعرفة ميليشيات خاصة إلى دول مجاورة أو دولة مجاورة بالأحرى؟ والله هو المشكلة الرئيسية في العراق اليوم وخصوصا في المجال النفطي هي بين الانتاج الفعلي والانتاج الحقيقي. هو كل الانتاج اليوم بنسبة حوالي 70% تقوم به شركات، هذه الشركات هي شركات جولات التراخيص، والباقي هي تكون داخلية من خلال شركات العراق المحلية. هذه المشكلة العراق اليوم هي مشكلة الانتاج، ليست مشكلة التصدير. التصدير يتم تطويره من خلال بعض يعني يتم تطويره اتباعا، لكن مشكلة الإنتاج يحتاج لها تفاصيل واستثمارات ضخمة وتقنية غير موجودة اليوم. هل الفساد عامل مؤثر يعني من العوامل التي تحول دون زيادة إنتاج النفط دكتور؟ هل يؤثر ذلك؟ أكيد الفساد هو جزء، لكن ليس هو جزء من الصورة، لكن ليس كل الصورة. الصورة الكاملة هي فساد زائدا ضعف في الإنتاج، كذلك ضعف في التقنيات، بالإضافة إلى تهريب النفط من خلال أكثر من مكان. اليوم تهريب النفط يكون من خلال مكانين أو من خلال بابين. الباب الأول هو الرئيسي، هو بعض المتنفذين اللي يهربون المواد المكررة من المصافي، والشيء والثاني هو تهريب النفط الخام من الأنابيب، أي سرقته. نعم. باتجاه المصافي المحلية الخاصة الصغيرة. لو أخذنا وكالة الطاقة الدولية تقول إن موارد العراق النفطية تخضع لدرجة كبيرة هكذا وصفت من عدم الشفافية، لكن هنا دكتور من المستفيد من إبقاء أهم رافد من روافد العراق الاقتصادية خارج نطاق الرقابة أو دائرة المراقبة؟ بشكل عام المستفيد جزئين أو قطاعين. القطاع الأول هو قطاع الخدمات اللوجستية اللي يتم فيها خصوصا نقل النفط من
نقل النفط الخام أو نقل المنتجات المكررة من وإلى المصافي. هذا هو المستفيد الأكبر من هذا، وهذا مسيطر عليه من خلال بعض الميليشيات اللي موجودة وأرباح خرافية في العراق. الجزء الثاني وهو اللي تكلمنا عليه قبل شوية هو هم المصافي، هم أصحاب المصافي الخاصة المحلية الموجودة داخل العراق، هذول يستفادون من هذه من هذا الضياع والفوضى اللي الموجوده خصوصا في المجال النفطي، في زياده انتاجهم وبالتالي ارباحهم الضخمه. دكتور، شركه سومو تحدثت في بيان لها هناك رغبه قويه في اعاده فتح الانبوب العراقي السعودي، وذلك سيدر عائدات اقتصاديه كبيره جدا على العراق. هل ترى أن موضوع تعطيل إعادة فتح هذا الأنبوب يخضع لحسابات سياسية أكثر منه اقتصادية دكتور؟ نعم، الـ ISPA اللي هو الأنبوب السعودي العراقي الآن هو في معية المملكة العربية السعودية. سنة 2001 تم إرجاعها إلى المملكة العربية السعودية رسمياً ضمن عقد التأجير اللي استمر 20 سنة من 1984 لحد 2004. هذا لحد نهاية 2003 أو بداية 2004. هذا المشروع الأنبوب اللي يأتي من الزبير باتجاه الخريس بالأحساء، هذا من الممكن استثماره عراقيا، لكن المشكلة هو في الأنبوب الثاني اللي هو من الأحساء إلى المعجز في ينبع، وهذا أي بمعنى ميناء المعجز في ينبع ويسمى اليوم ميناء ينبع الجنوبي. هذا تم تحويله إلى ملكية المملكة العربية السعودية رسميا، وتم تطويره من خلال شركة أرامكو وانتهى الأمر. اليوم إذا العراق يفكر أنه يستمر أو يحاول أنه يستثمر ما بقي من الخط اللي هو أو اللي ذكرناه الخط الأول من الزبير إلى الخريص، فمن الممكن أنه يتم بناء خط إضافي من الخريص باتجاه البحر الأحمر، ومنك وهذا راح يكلف العراق حوالي 7 مليار. أما الخط السعودي العراقي القديم أعتقد أنه يجب أن ننساه، لأنه لو كان العراق في عدة لو كان العراق عنده نسبة 1% من حقوق في هذا الخط لكان ذهب إلى محكمة ICA اللي هي محكمة النزاعات القانونية والدولية في باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية، ولكان أخذ حقه من المملكة العربية السعودية. لكن اليوم هو الخط الآن سعودي حسب الاتفاقية العراقية عام 1904. في كلامنا عن الاستثمار، ولكن أقف عند هذه النقطة. كما تعرفون دكتور، هناك طلب متزايد على النفط، وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وخروج روسيا من السوق العالمية كأحد أهم الموردين. هل ترون أن هناك خطة حقيقية لاستفادة العراق من إنتاجه النفطي دكتور؟ مع الأسف اليوم العراق من بداية زيادة أسعار النفط في بداية السنة هذه 2022 حتى اليوم، العراق كانت عند الفوائض حوالي 30 مليار 18 مليار من عندها ذهبت في قانون يسمى قانون الأمن الغذائي، والباقي 12 من عندها 10 دخلت في كاحتياطي في البنك المركزي العراقي، واثنين من عندها اليوم هي فائض موجود بها. اليوم مقارنة بمثلا المملكة العربية السعودية اليوم عندها فائض من هذه السنة فقط 95 مليار إلى 100، وكذلك الكويت وكذلك الإمارات وغيرها. العراق لم يستفد أبدا ولن يستفيد منها مع الأسف، أنه اليوم ولحد وبالمستقبل القريب راح تنزل أسعار النفط من المؤمل هذا، أنه راح ترجع الأمور إلى نصابها وأسعارها راح توصل إلى بين 80 إلى 90، وبالتالي خسر العراق هاي الفرصة الذهبية في تطوير على الأقل في سد
تكاليف إنتاج أو في سد ديون اللي المتراكبة عليه. عبر سكايب من برلين الباحث في مجال الطاقة الدكتور دريد عبد الله، شكرا جزيلا لكم.